الفيضانات ووضعية الصدود وقابليتها على الاستيعاب والموسم الزراعي والسد أليس التركي وغيرها نقاط سلط وزير الموارد المائية جمال العادل الضوء عليها خلال زيارة ميدانية لمشروع سد الموصل. احنا مستعدين يعني حتى لو تجينا أمطار مثل العام الماضي احنا ان شاء الله مستعدين لها ونرحب بها الحقيقة، يعني نفرح إذا جتنا كميات من الأمطار تكافئ ما إجانا العام الماضي. العادل أكد أن سد بادوش وسد مكحول سينفذان بالتعاون مع وزارة التخطيط وبانتظار السيولة المالية، وأن الأولوية الآن لسد مكحول. احنا كوزارة مقدمين على تنفيذ مع وزارة التخطيط ووزارة المالية، ولكن تعتمد على إمكانيات توفير الأموال لتنفيذ هذا المشروع. الأولوية هسه أيضا يعني الأحد السدين بالذات، مكحول يجي رقم واحد وبادوش يجي رقم اثنين. السدين احنا ممكن الوزارة أن تنشئ الجزء الأكبر منه أو نتعاون مع شركات أجنبية في تنفيذه، ولكن أكو طاقات إن شاء الله أن ننفذ هذا السد. وعرج الوزير إلى الإنتاج الزراعي الذي قال إنه حقق العام الماضي ما كان مخططا لتنفيذه عام 2035 حسب الدراسات الاستراتيجية. يعني الإنتاج الزراعي يعني حطم رقم قياسي بالنسبة للعراق، وصلنا 6 ملايين طن تقريبا أكثر شوية من الحنطة والشعير. الحنطة للاستهلاك حوالي 4.8 ملايين، مع البذور أكثر من 5 ملايين، الشعير حدود 1 مليون، فوصلنا لما مخطط أن ننفذه سنة 2035 حسب الدراسة الاستراتيجية، وهي أول مرة أصرح بها. والسنة إن شاء الله إحنا أطلقنا الخطة الزراعية لأكثر من 6 ملايين دونم، أيضا 6 ملايين و50 ألف تقريبا، 6 ملايين و100 ألف عدا الزراعة الدايمية. وسلط الوزير الضوء عن سد أليسو الذي قال إن الجانب التركي بدأ بعملية تعبئته بالمياه بطاقة خزنية كبيرة، وأنه سيؤثر على التدفقات المائية التي تصل إلى سد الموصل. سد أليسو دخل للخدمة ودخل الخدمة وهو فارغ طبعا، الآن يملؤوه، وصل بحدود 2.5 مليار، هو يجب أن يوصل حدود يعني ممكن أن يوصل 10 إلى 11 مليار متر مكعب. هذا السد راح يأثر على التدفقات المائية اللي تجي خلال هذا الموسم إلى سد الموصل. لم نتوصل إلى اتفاق لحد الآن حتى على إملاء سد أليسو، كان يجب أن تكون هناك خطة من أن نطلع عليها كجانب عراقي من الجارة التركية، خطة إملاء حتى احنا نعمل على ضوها ونهيئ نفسنا على ضوها. وتعد مياه الامطار مصدرا مهما للزراعه الدايميه في جميع انحاء العراق باعتبارها اقدم نظام سقي لا يحتاج الى تكاليف ماديه كبيره، وانخفاضها في السنوات الماضيه اثر بشكل واضح على المساحات الزراعيه التي تعتمد عليها وقلصها بشكل كبير.